عاملين ايه؟ رايق صح؟ بالله عليك لا تبتسم، اول ما تخش على القصه بتاعتي كده ولا الفيديو بتاعي ابتسم امامي. والله العظيم انا بحبكم بجد، وانا جاي اروق عليك النهارده. مبدئيا كده قبل اي كلام، صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. مرحبا بيك في عالم الخيال بتاع حمو في حبيب الشعب. هنيجي كده نسرح انا وانت، ايا يكن في حاجه تعباك في حياتك، مشاكل هنا ولا هنا، كلها بتتحل. بس واحده مني قبل اي حاجه، لو انت ما صليتش الكام فرض اللي عليه، صلي وتعالى لي، وعد هترتاح جدا معايا، لان انا هدخلك جوه ملحمه كده، ملحمه خيال علمي. انا يمين شمال هحببك في الخيال العلمي. يلا بينا ادخلكم جوه الكتاب السحري بتاعي. انا قبل ما ابدا القصه عايزك تنزل تخبط لي اللايك الحلو، وتاكد ان انت مشترك في القناه ومفعل زر الجرس عشان القصه دي جزء واحد، وهبدا كتير انزل قصص كتير جزء واحد. اول ما انزل القصه يجي لك الاشعار بتاعها. وبعدين احنا خلاص داخلين على 700000 اخ واخت اهو، فيلا همتك معايا حبتين. بالنسبه بقى للقنوات بتاعت التانيه، قناه الجيمنج او قناه الفلوجات والمقالب، هتلاقي القنوات دي في الديسكربشن تحت. روح هتلاقيني بنزل فيديوهات جيمنج وبعمل مقالب في ماما وحبايبي اللي حواليا وكده، فبرضك ما تفوتش دي. المهم انا مش هطول عليكم اكتر من كده، ويلا بينا على قصه بنتي، وهي جزء واحد فقط. قصتنا بتبدا بولد اسمه بن، وباباه اسمه روكيت. بن روكيت، روكيت ده كان عايش في امريكا بره، ولكن من حبه لمصر جه ناسب منها، خصوصا ان جد بن اللي هو ابو روكيت والد بن، الراجل ده كان من مصر. روكيت كمل دراسته في امريكا ورجع على مصر تاني، واتجوز من مصر. روكيت مسيحي وتزوج امراه مسيحيه من اصول مصريه وخلفه بن. ممكن اعرفكم على شغلانه روكيت اللي هو والد بن، ده دكتور اسنان. العيله دي محترمه جدا ومتربين احسن تربيه، ومن الفئات اللي هي الذوق قوي. والده بن كانت مريضه المرض الوحش وكانت بتعافر معاه، ولكن للاسف ما تتعزش على اللي خلقها وتوفى. والد بن العم روكيت كان بيجيله سفريات كتير في امريكا، فساب بن مع سته اللي هي امه يعني، هو الحكم شغله رجع امريكا تاني، خصوصا ان بعد ما روكيت زوجته ماتت اصبح الامر ان هو يعيش في مصر صعب حبتين، يعني بيفتكرها في كل مكان بيروحه، تفاصيله وحاجات انا مش هقدر اوصفها لك وما يحسهاش غير اللي دقها بصراحه. فالعم روكيت ابو بن ساب بن مع سته عشان دراسته، وقال السنه الجايه ان شاء الله في مرحله اعدادي هخليه يكمل دراسته في امريكا بره، بيعيش مع والده هناك، لان روكيت كده ملوش حد في مصر غير امه وبين ابنه، فسابهم الاثنين في مصر وهو رجع امريكا الحكم شغله. ومن هنا تبدا قصتنا. انت غلباوي زي ابوك، تجاومه للدراسه كده كان برضك يغلبني عبال ما يجوم. فيك من ابوك كتير، هروح ادق عليه كده واكلمه شويه عبال ما انت ما تقوم. يلا تغسل وشك. انا نسيت اقول لك صح، وغسل لك البوكس بتاعك كمان، هتنشفه وتحط غلافك النضيف وترص سندوتشاتك بالطريقه اللي انت عايزها، عشان رصتي ما بتعجبكش. اما انا بحط لك بوكس السندوتشات في الشنطه بتاعتك، بتفتح وبتبدل انت السندوتشات. ما انا يا تيتا ما بحبش البوزه اللي في الاخر دي، وكذا مره اقول لك اقطعها لي، فانا باخدهم وبروح المطبخ اقطع البوزه اللي في اخر السندوتش العيش الفينو وبعبيه في البوكس وبس كده خلاص. فانت ما بتعمليش ده عندي معايا، نعمه ربنا بتتاكل لحد الاخر ما بيتقطعش منها حاجه، ده اللي انا عايز اعلمه لك. وبعدين انت المفروض النهارده تكون مبسوط، مش انت كنت على طول بتقول انقلوني في الكلاس بتاع مروان ابن طنط مفيده؟ كلمنا المدير باعجوبه رغم ان الفصل مليان بتاع مروان، بس برضه كنا نقلناك وعملنا اللي علينا. المهم اجهز يلا عشان الباص على وصول، عبال ما اكلم بابا تكون انت جهزت يلا. ودي تيتا بتكلم بن، الاوتوبيس يجي، وده اول يوم دراسه، خصوصا ان بن في سته ابتدائي. الاوتوبيس وصل، بن نزل ركب الاوتوبيس واتجه لمدرسه. طبعا ده يخش اوتوبيس المدرسه من هنا، اوتوبيس مليان فيبقى واقف. المدرسه بتاعت بن نظام تسلمهم الكتب بتاعتهم قبل اليوم الدراسي الاول، ولازم اول يوم دراسه تيجي بكتبك وبكراساتك وبكل حاجتك عشان تستلم الجدول الاسبوعي اللي هو هتبدا تمشي بيه على مدار الاسبوع. فاول يوم ده احنا اسفين ليكم، بتكون الشنطه تقيله على الاطفال، لانهم لازم يجوا بكل كشاكلهم، كل كتبهم، كل ادوات المدرسه، عشان اللي هيتغلف يتغلف، هيتم الكشف على الادوات المدرسيه بالكامل. هتقول لي ده ما بيحصلش في مدرستك؟ لا بيحصل على فكره، في مدارس بسم الله ما شاء الله عندنا في مصر هنا تعامل باسلوب راقي جدا. بين وهو في الاوتوبيس شنطه تقيله عليه، فبين مستحرم يقلع الشنطه يحطها قدامه عشان فيها كتاب دين مسيح، رغم ان هي تقيله على كتفه فاضل شايلها على كتفه. ففي بنوته قاعده وجنبها بنوته ثانيه عماله تبص لبن من بدري، بقول لك ما تنزل الشنطه قدامك بدل ما انت شايلها على كتفك كده، ده هتقطم ظهرك، فيها كتاب دين مش هينفع احطها على الارض، حتى هحطها على رجلي هنا. فبن راح جاي قلع الشنطه وراح جاي مديها للبنوته دي، فعلا حطيتها على رجلها، وبن بقى واقف جنبها. الاتوبيس وصل قدام المدرسه، بن نزل، فسواق الاتوبيس راح جاي ماسكه من دراعه، ما تزعلش ان انت وقفت النهارده، في طالبين توأم جم قعدوا جنب بعض، وكانت مامتهم مسجلاهم في الاتوبيس باسم واحد، فواحد من الاثنين قعد مكانك وده كان زياده. انا لما رجعت الكشف دلوقتي اكتشفت ده، فانا اسف ان انا خليتك واقف طول السكه. فبن راح جاي باصص للسواق وقال له عادي مفيش مشكله، خد بعضه وراح جاي نازل من الاتوبيس. الشنطه عمو السواق. نعم يا حبيبي. ما شفتش بنوته؟ بنوته كانت معاه الشنطه بتاعتي، خدتها مني، مش هي اللي هناك دي؟ فبن شاف البت ماشيه من هنا ومعاها الشنطه بتاعتها، فلق وراها. يا بت، فراح جاي البنوته بصله، على فكره انا اللي بدور عليك، اختفيت من قدامي، فكنت لسه رايح اشقن الطلبه واخليهم يندهوا في الطابور عليك عشان يدوك الشنطه. خلاص حصل خير، هاتي بعد اذنك الشنطه، اتفضل. انا معايا الجدول كامل برضك زيك، بس شنطتك تقيله ليه؟ هو انت محملها طوب؟ شكرا ان انت ساعدتيني. راح جاي بين لابس الشنطه، خد بعضه ومشي. هو انت ما اتعلمتش تقول شكرا؟ على فكره انا قلت لك شكرا ان انت ساعدتيني، تقول شكرا لصاحبتي اللي اعطتني فكره ان احنا نروح لشؤون
عيون الطلبه عشان نسلمهم الشنطه بتاعتك عشان يندوا عليك في الطابور ويدوها لك. فاشكر صاحبتي على الفكره اللي جابتها لك. لا والله شكرا يا صاحبتها. اسمي روان على فكره. مستعظم تقول لي اسمك ايه؟ وانت بتتخانقي معايا؟ شكرا يا روان. شكرا يا صاحبه روان. بعد اذنكم. وراح جاي بين واخد بعضه وماشي. دخل المدرس الاولاني فاضل الحصتين بتوعه. دخلت المس اللي بعده خدت الحصتين بتوعها. جه وقت جرس الفسحه فبين نزل خد بعضه نزل اشترى باتيه من الكانتين وباقه عصير وطلع قعد في الفصل بتاعه تاني. فقعد بياكل فلقى البنوته اللي هي روان دي صاحبتها اللي كانت معاها معاهم 3 ولاد هم الخمسه كده شله مع بعض وداخلين عليه. ففي عيل من وسطهم مليان شويه كده عيل قلبوزه في نفسه. ازيك يا وحش عامل ايه؟ وحش ازيك عامل ايه؟ بتسلم يا اسطى. يا اسطى انا ما اسميش يا اسطى على فكره. بسلم على ايدي اللي ممدوده دي عشان مش هرجعها فاضيه. هرجعها وزمرت رقبتك فيها. سلم يا. فبين راح جاي مسلم على الولد المليان ده اهو اسمي بين على فكره بين روكيت. فكل الوافير راح جايين ضاحكين عليه. انا ما قلتش نكته هو في ايه بتضحكوا ليه؟ فواحده من البنتين ردت على بين قالت له ايه اسمك مضحك وصعب حبتين. فروان ردت عليها قالت له ايه بص انت ولد كيوت في نفسك شعرك سايح كده عكسك انا على فكره انت كيوت. بدل ما يبقى اسمك بين روكيت بدل ما يبقى اسمك بين روكيت هيبقى اسمك بين كيوت احلى. احنا هندلعك بين كيوت يا كيوت. ماشي شكرا. طيب انت هتفضل قاعد لوحدك هنا في الفصل ولا تيجي تقعد معانا شويه؟ فبين راح جاي ردت عليهم قال لهم لا انا كده تمام. الشله خدت بعضها ومشت والحصتين اللي بعد الفسحه دول كانوا فاضيين لان انتوا عارفين ان اول يوم ما بياخدوش حاجه في اليوم الدراسي. فجت البنت اللي اسمها روان دي قعدت جنب بين بقول لك ايه ايه انا اتخانقت مع عمار. قالت له ايه اللي حصل بس وعمار مين اصلا؟ عمار المقلبس ده اللي هو سلم عليك كان معايا وقت الفسحه. اه الواد الرخم ده الكايزوبه. ايه كايزوبه يعني مليان كايزوبه هو الكايبوزه ده. اتخانقت انا وهو عشان قال لي كلمه عيب. كلمه ايه؟ قال لي ايه قول لي. قال لي انا بحب. والكلمه دي كبيره جدا الكبار بيقولوها لبعض احنا ما ينفعش نقولوها لبعض عيب. لا هوي قال لك بحبك دي يقول لك بحبك كده. ايوه المفروض اعمل ايه يعني؟ في عند حد يعني كان ناقص يكتب لك رساله حب وتوقفين. ايه الكلام الفارغ ده؟ المهم دول بيتكلموا مع بعض على دخله مين؟ عمار الولد اللي هو المليان ده. ايه نجيب لكم اتنين ليمون؟ هو انت مش ملاحظ ان انت بتقول شويه كلام اكبر من سنك؟ يعني انا كنت من شويه وحش وبتقول لها بحبك دلوقتي اتنين ليمون؟ ايه يا وحش؟ عايز اعرفكم ان عمار كايزوبه ده اول ما سمع بين بيقول له الكلمتين دول راح جاي ماسكه من هنا. انا مش هضربك عشان احنا في الفصل هتروح تشتكي. انا مستنيك بعد المدرسه ولو شفتك بره المدرسه هبعصر. عايز اقول لكم ان بين اول مره يتحط في موقف شبه ده والواد مش وش الحاجات دي. فعلا بعد اليوم الدراسي بين يفضل قاعد في المبنى فوق استنى الاولاد كلهم يطلعوا بره المدرسه وهو واقف على المبنى من فوق في الدور الثاني كده وشايف بوابه المدرسه وكل الاولاد بيطلعوا منها. هو مستني الدنيا تفضى عشان ينزل جري يجري ويطلب اوبر ويروح. دي الخطه اللي كان بين رسمها ولكن فعلا يحصل عكس كده خالص. بعد ما الاولاد كلهم طلعوا وبين فكر ان هو كده خلاص فلت من كايزوبه يبص وراه جامع عادي الجري. تعرف تجري يا اسطى؟ كايزوبه واقف وراه معاه بتاع 5-6 عيال ودوروا الجري ورا بين وبين هلا نزل جري من المبنى وراح جاي طالع بره المدرسه وجرى. مين شافه بيجري وراح جاي لفها من الناحيه اللي ورا فضلت تجري برده كده كمان روان. المهم من هنا لهنا يوصلوا عند مكان كده نظام رمله بيوت متكسره منطقه مش سكنيه هي منطقه جنب المدرسه كده بيتعدلها سكه العربيات بتعدلها سكه المترو ومنطقه الله اعلم انفاق كده اللي هي نظام فيها طوب متكسر. فبين يلاقي كده اوضه من طوب يروح جاي جاري على الاوضه دي ومتداري فيها كده هرب من العيال. فجاه يلاقي مين داخل وراه؟ روان. يا ساتر بس ما تخافش انا روان. ست الله يخرب بيتك انت عايزه ايه تاني؟ انا عارفه ان انا السبب في كل اللي بيحصل لك ده ولكن ما كانش ينفع اسيبك لوحدك. انا معاك اهو قول لي يلا الخطه اللي جايه ايه هنعمل ايه؟ روح سنه نقف شويه بس ناخد نفسنا. معاك ووتر؟ معايا ايه؟ ميه عطشان. لا ميتي خلصت انا كمان. معاكيش اي درينكات؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت عايز ايه؟ اي عصاير اي حاجه بتتشرب. معايا باكو عصير. طب يا ست اعطيني اقسموه سوا. طلعوا باكو العصير راح جايين شاربين هما الاثنين. المهم وهم قاعدين فبين ماسك باكو العصير وعمال بيشفط وعمال بيشوط الطوب كده برجله فاهمني اللي هو بيفكر هيعمل ايه. فهو بيشوط لقى نفسه شاط كتاب قديم قوي والكتاب ده راح جاي مفتوح اتنين. وصلت منه ضوء كده كتاب اول ما اتفتح اتنين طلع منه ضوء بعد كده الكتاب بدا يتنطط كده اللي هو زي ما تقولوا كتاب ملبوس في الروح اتحرك ازاي الله اعلم. وراح جاي الكتاب مقفول. بين يشوف المنظر ده هو وروان ما يصدقوش عينيهم. شفت اللي انا شفته؟ كتاب حي. الكتاب ده في قوه خارقه وانا لو فتحت الكتاب ده القوه الخارقه دي هتيجي ليا انا وبدل ما هو هيبقى بنتن هيبقى بين روكيت او بين كيو. انت بتقوليها دي؟ احنا الاثنين على فكره احنا الاثنين ابطال عالم وفينا من بعض لازم افتح الكتاب ده. فبين خد بعضه وراح جاي فتح الكتاب ده من هنا ومين اللي جاي واقفه في ظهره؟ روان. اول ما فتحوا اول صفحه من الكتاب او مكتوب عتمه. عتمه الاثنين قالوا عتمه من هنا في نفس الوقت يروحوا جايين متبخرين جوه الكتاب. ويلا بينا ننقل على جزء جديد من القصه وهي ارض اسمها ارض عتمه سنه 2227 يعني فرق 202 سنه من 2025. بين يبص لايده كده ويبص لنفسه كده. ايه ده؟ انا راجل انا راجل انا 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 راجل كبير. ايه يا راجل؟
لقى نفسه راجل 30 سنه ولا حاجه ودقن وبتاع فاهمني. وعايز اقول لكم ان المنطقه اللي هو لقى نفسه فيها بسم الله ما شاء الله ايه الجمال ده وايه الخيال ده. يعني انا لو جبت لكم منظور من بره كده السما منوره عامله ازاي، الاجواء بتاعه المكان عامله ازاي، حاجه في منتهى الجمال. بين يفضل ماشي كتير ويلاقي نفسه مره واحده اتسحب جوه سوق، وناس شايل على كتفها زبده خشب وقفاص فيها حيوانات، حاجه كده نظام سوق الجمعه ولكن على قديمه، ومراكب فضائيه رايحه جايه بتجري فوقيه بتطير، وعالم من الخيال. المهم هو ماشي في السوق ده يلاقي بنت جايه بتجري عليه وبتبص وراها، تروح جايه لابسه في بنت توقعه في الارض، تروح جايه مسنده، فالبنت دي بتجري من الناس، والناس اللي بتجري ورا البنت دي نظام حاجات كده مداريه وشهم. فجاه راجل ينزل الشال ده، هاتوهم هما الاثنين دول. بين يسمع الكلمتين دول من هنا يروح جاي شادد البنت من ايديها ومفلق بيها جري، وفعلا يلاقوا مكان يتدرى فيه هو والبنت. الحمد لله كده مش هيعرفوا يوصلوا لي. قولي لي انت عملت ايه؟ والله انا خدت تفاحه حياه عشان كنت جعانه، وبعدين انا ما اعرفش انا ايه اللي جابني هنا وايه اللي بيحصل، اصل انا مستغربه كل حاجه بتحصل. انا كنت في يوم دراسي عادي وانا وزميلي معايا في الفصل لقينا كتاب، ففتحنا الكتاب ده وفجاه لقيت نفسي اتحولت لبنوته كبيره، وكنت جعانه قوي فخدت تفاحه حياه، وجيت نفسي لقيت اتنقلت في المنطقه دي ومش فاهم اي حاجه في اي حاجه، فكنت جعانه قوي من المشي والحر، خدت تفاحه حياه اكلتها من السوق ولقيتهم بيجروا ورايا بيقولوا عليا حراميه حراميه امسكوا حراميه. هي بتقول الكلام ده من هنا وبين مبلم قدامها. اسمك روان؟ انت تعرفني؟ انا بن يا روان، انا بقيت راجل كبير زيك يا روان، بص انا بقيت عامل ازاي. روان تعرف ان ده بن من هنا؟ تروح جاي واخده بالحضن. الحمد لله. ايه عشان كبرنا يعني ولا ايه؟ لا على فكره مش 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 انا اللي حضنتك، دي الشخصيه اللي انا بمثلها دلوقتي. يا بنت اللعيبه انت قلت ايه؟ قلت ايه انت قلت ايه دلوقتي؟ قلت ايه دلوقتي؟ قصه ايه؟ خيال إيه؟ بنمثل ايه؟ انا بقول اي حاجه وخلاص يا بنكيو. احنا فعلا محظورين جوه الكتاب اللي احنا لقيناه ده، وعشان نطلع من الكتاب ده في سر وراه. ها عرفتيه؟ لا ولا انا. فده احنا هنعرفه ازاي؟ الله اعلم. فجاه وهم واقفين بيتكلموا يلاقوا راجل داخل عليهم لابس زونت اسود وبيقول لهم ازيكم يا اولاد. دول يشوفوا منظر الراجل من هنا وصوته، الاثنين يكلبشوا في بعض، بنكيوت وروان. طبعا راودكم اسئله كتير، ازاي اجسامكم كبرت كده؟ انتوا فين؟ انتوا جوه لعنة كتاب عتمة، ودي لعبه انتوا بتلعبوها. كملوا اللعبه عشان تطلعوا بالسلامه ولا تقضوا بقيه حياتكم في الكتاب؟ لا هنسمعوا كلامك يا عمو، هنسمعوا كلامك. بلاش عمو دي يا روان، دي كبيره يا بابا. انا اسمي جدو يا وانا جزء من اللعبه. لو عايزين تطلعوا من الكتاب ده في حجر كريم في قصر الملك، وانتوا الاثنين اللي هتروحوا تجيبوه. تجيبوا الحجر الكريم ده من هنا قبل الساعه 12 بالليل، هتسلموني الحجر الكريم وهتلاقوا نفسكم طلعتوا بره الكتاب. دول يسمعوا الكلمتين من هنا وبين يبص في ايده يلاقي في ايده ساعه. جدو يا قوت انا مش فاهم حاجه في الساعه دي، في خرز عمال بيلف. هي الساعه كام دلوقتي؟ الساعه دلوقتي 6 مساء، قدامكم 6 ساعات بالظبط. حاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا تجيبوا لي الحجر الكريم ده خلال الست ساعات دول. فعلا بين كيوت ياخد روان ويروح على قصر الملك، القصر اللي جوه الارض اللي انا وريتها لكم. يروحوا القصر الملكي يلاقوه فاضي وما فيهوش غير ابو الملك وعمال بيعيط جوه. فبين كيوت وروان يخشوا للراجل ده ويطبطبوا عليه على طول كده بتلقائيه، ملك يا عم. فالملك يشوفهم يروح جاي قال لهم ايه؟ انتوا مين وبتعملوا ايه في القصر عندي هنا؟ فيحكوا له على كل حاجه، فهو ما يصدقهمش. يا عم انا بقول لحضرتك هات الحجر الكريم وهقول لك المكان فين، هنسلمه لجدو ياقوت، هيطلعنا من اللعبه وقبضه على جدو ياقوت عادي، احنا بنسلمه لكم. ممكن يكون جدو ياقوت ده سبب في اختفاء ابن الامير. ممكن يا عم، وانا وبن كيوت هنرجع لك ابنك، هات الحجر الكريم، ابنك مع جدو ياقوت. المهم ضحكوا على الملك والملك جاب لهم الحجر الكريم من غرفته جوه صندوق، صندوق ده مقفول بشويه مفاتيح لو كانوا قعدوا 100 سنه لحد قدام ولا كانوا هيلاقوا الصندوق ولا كانوا هيلاقوا المفاتيح. المهم خدوا الحجر الكريم من الملك وراحوا ودوه لجدو ياقوت. فجدو ياقوت استغرب بالسرعه دي، جبتوا لي الحجر الكريم؟ وزي ما انتوا وفيتوا بوعدكم انا كمان هوفي بوعدي. راح جاي جدو ياقوت مطلع كتاب، نفس الكتاب اللي هم لقوه في الاول ولكن بغلاف ابيض. فتح الكتاب مليان صفح كتير قوي، ففي صفحه فيها رسمه الحجر الكريم. راح جاي مد الكتاب لبين كيوت وقال لروان امسك الكتاب معاه. بقى بين كيوت وروان ماسكين الكتاب، وفجاه يحطوا الحجر الكريم على الكتاب يتبخروا يطلعوا بره اللعب ويرجعوا الولدين الصغيرين اللي لقوا الكتاب في الاول. يفرحوا جدا ان هم خرجوا من اللعبه، تجربه جميله قوي فعلا، بس يا ريت ما نجربهاش تاني عشان احنا طلعنا المره دي يعلم المره الجايه هنطلع ولا لا. بيقول لك ممكن تكمل بقيه حياتك جوه الكتاب ده. طب ما هقول لك حاجه حلوه يا روان. قول يا بنكيو. انا حبيتك كاختي.
انا مسيحي وانت مسلمه وانا محترم ده جدا، فيا ريت لو تكوني معايا يعني اصحاب، ايه رايك ونرجعوا نلعبوا تاني؟ روان تسمع الكلمتين دول من هنا وتاخد بعضها وتروح جايه سايبه بنكيوت وماشيه، وبنكيوت يزعل ويتضايق ويروح جاي ماشي هو كمان. دول يطلعوا من الاوضه اللي انا وصفتها لكم في الاول خالص، اللي هي في المنطقه المتكسره دي اللي بعد المدرسه بحواري وشوارع، ومين شايفهم من بعيد؟ عمار كايزوبا الولد التخين اللي كان مطاردهم في الاول. بنكيوت يروح يحاول يخش على جروب المدرسه ويجيب الاكونت الفيس بتاع روان ويخش لها على البرايفت ويتاسف لها، فروان تبلغه. فده قاعد متعصب في الاوضه على دخله مين؟ ست بنكيوت. مش عارف انا والله. في ايه يا ولا؟ انت عمال بتهبد من بدري ليه؟ وبعدين الهدوم بتاعتك مليانه ترابه ليه؟ انت كنت بتحترق النهارده في المدرسه؟ لا يا تيتا، بس كان عندنا حصتين فاضيين فعملناهم العاب وقعت وانا بجري بنلعب سباق انا واصحابي، فانا اسف. في حاجه يا بنت انت مخبيه عليا؟ لا 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 يا تيتا. طب خد باباك معايا على الموبايل كلمه. الو، ايه يا بابا؟ وحشني. لا انا كله تمام. ايوه خلصت اليوم الدراسي وبعدين استحميت ورحت انا وتيتا الكنيسه وجينا بصراحه قعدت في اوضتي بقى مش لاقي حاجه اعملها. مش عارف ما جاش ليه النهارده. ايوه ابن طنط مفيده، ما انا مش عارف ما جاش ليه النهارده. طيب خلاص ماشي. هقول له حاضر. لا هو هيجي بكره على خير، انا متاكد من ده. طيب يا بابا عايز حاجه؟ انا كنت عايزك تبص على اسناني اونلاين وبخليني اكلمك فيديو كل يعني اوريك سناني. ماشي يا بابا. عد اول يوم ويجي ثاني يوم، وبنكيوت يروح المدرسه وزميله اللي هو ابن طنط مفيده ده يجي اليوم الدراسي هو كمان قاعد مع زميله في الفصل. وطول اليوم الدراسي بنكيوت وزميله عمالين يتكلموا وروان ما نزلتش عينيها من عليه. جرس الفسحه هيضرب من هنا، يروح جاي روان رايح لبنكيوت. بقول لك ازيك يا روان، ما كلمكش. كلمه بحبك دي للكبار فقط، ما ينفعش تقولها لي. احترم نفسك يا سخيف. انا اسف بس انا قلت لك انت اختي يعني. ولو ما تتقليش. وبعدين لو عايز تقولها لي قولها لي في اللعب، ما تقولهاليش في الحقيقه. ماشي اذا كان كده ماشي، بس احنا هنلعبه تاني يعني عشان اقولها لك. هو احنا لو لعبنا النهارده هتقولها لي؟ اه. ايه رايك نروح نلعبه النهارده؟ يعني انت ناوي النهارده تروح لكتاب عتمه؟ انا ناوي. انت معايا؟ انا معاك. وفعلا يخلصوا اليوم الدراسي ويروحوا في المكان اللي هم لقوا فيه الكتاب المره اللي فاتت. دول يقفوا قدام الكتاب من هنا ولسه بيفتحوا الكتاب وبيقولوا عتمه، مين شايفهم من ورا؟ الولد اللي اسمه عمار كايزوبا. دول يخشوا جوه الكتاب، مين يروح جاي واخد بعضه ورايح عند الكتاب؟ عمار. مش هتصدقوا حصل يا جماعه. دول راحوا نفس الارض وكانوا واقفين قصاد بعض على فرش سمك، ودي تقول حلوه يا استاكوزا وبين يقول حلوه يا شخوره، والاثنين واقفين بيبيعوا في السوق اللي انا قلت لكم عليه. ومين اللي مشغلهم الشغلانه دي؟ جده ياقوت. ومطلوب منهم مهمه ان هم هيجمعوا تارجت فلوس عشان يطلعوا بره اللعبه، يا اما كده هيقضوا بقيه حياتهم في اللعبه. المهم دول شغالين ولموا السوق كله عليهم. من هنا لهنا تجار السمك اللي معاهم في السوق يلاقوا البنت والولد دول اكلوا الجو وفعلا قفلوا التارجت بتاعهم اللي جده ياقوت طالبوا منهم، وجم خلاص خلصوا لعب وراحين يدفعوا التارجت بتاعهم عشان يطلعوا بره اللعبه. واحد من تجار السمك يمسك في بنكيوت، انت ياض لسه جديد وجاي تعمل علينا هنا معلم؟ وقالوا له شويه كلام كده يا جماعه، وفجاه السوق كله قام عليهم على بنكيوت وروان ويتخانقوا ويمسكوا في بعض. على جيت شويه حراس يجوا ياخدوا الراجلين اللي كانوا بيتعاركوا مع روان وبنكيوت وياخدهم هم كمان بالمره، وفجاه يروحوا القصر الملكي عند الملك اللي اعطاهم الحجر الكريم المره اللي فاتت. ايوه هم دول يا ابني، هم دول اللي خدوا الحجر الكريم المره اللي فاتت. انتوا فين يا شويه حراميه؟ ده انا بدور عليكم. انا ابني راجع لي اهو. كنتوا بتعملوا شويه الحوارات دي عشان تاخدوا الحجر الكريم، انتوا المره دي مش هتتسابوا، ده انتوا هتتذبحوا وهتتعلقوا على باب القلعه بره. طبعا الكلام ده مين اللي عمال يقوله؟ الملك والامير ابنه قاعد جنبه. فجاه يروح جاي باصص لروان، هو انت اسمك ايه؟ روان يا سمو الامير. ما تتكلميش، اسالنا انا. وانت بقى البطل بتاعها؟ اسمك ايه يالا؟ بن روكت. وبيقولوا لي بن كيوت. طيب انا الامير عمار كايزوبا، فاكرني؟ دول يسمعوا الكلمتين دول من هنا قلبهم يقع في رجليهم. شفتكم بتتسحبوا انتوا الاثنين وبتدخلوا الكتاب ازاي؟ كتاب ايه يا ابني اللي انت بتقول عليه؟ ثواني يا بابا بعد اذنك، مش هتفهم حاجه. انا وضع عاجبني وعايز اكمل بقيه حياتي هنا، خصوصا ان انتوا هتكونوا خدامين تحت رجلي. الساعه 12 هتعدي ومش هتعرفوا تطلعوا بره الكتاب، اظن محدش فاهمني غيركم. ماشي يا ابني تجار السمك دول، واديهم فلوس يجيبوا بضاعه بزياده عوضهم عن الخساره اللي خسروها النهارده. لكن بالنسبه لروميو وجولييت دول ارموهم لي في الزنزانه تحت لحد ما اشوف هعمل ايه. وفعلا الحراس بتاعت الملك والامير ياخدوا بنكيوت وروان ويرمون في الزنزانه بتاعت القلعه، وتوزيعة اللعبه ما كانتش عادله. عمار كايزوبا اخد دور الامير، لكن بنكيوت وروان خدوا دورين عاديين جدا، واللي هم شخصين فقراء شغالين في السوق ومتمرمطين في الدنيا. مين اللي متعلقين بجنازير تحت في الزنزانه؟ بنكيوت وروان. انا عايز اقول لك ان انا خايف الساعه تكون عندي 12، مش عايز اقضي بقيه حياتي هنا. انت مالهاش غيري. وانا نفس النظام برضه، بابا سايبنا بقاله فتره وانا عايشه مع ماما وبرضك مالهاش غيري. حاولت تتصرف يا بنكيوت.
وتطلعنا من هنا. عارفه يا روان، انا لو جالي الفرصه ان انا اطلعك من هنا هطلعك قبلها، عشان انا حبيتك بجد. ورغم ان انا عارف ان كانت اللعبه خطر علينا، بس كنت برجع العبها عشان اكون معاكي. الحقيقه ان انا ما ينفعش احبك، ولكن اقدر احبك في احلامي وفي اللعبه. وانا ممكن اقولك على حاجه يا بنتي؟ قولي يا روان. انا بحبك قوي في اللعبه على فكره، يعني انت عارف عاش في الحقيقه. بنكيوت وروان عمالين يتكلموا، لقوا مين اللي دخل عليهم؟ جدو ياوت. بقول لك يا بنكيوت، جدو ياوت الحقني، انا عايز اطلع من اللعبه، مش عارف اطلع. مش بسهوله كده، وراح جاي موت عليهم وفكك له الجنزير. روان اجري استنى بنكيوت بره وسيبيه هو هنا، انا عايز اتكلم معاه شويه. فعلا روان تسمع كلام جدو ياوت وتطلع تستناه بره. اللعبه دي زي ما فيها متعه ليها قوانين، واحنا لازم نحترم قوانينها. طبعا انت محتاج حل دلوقتي عشان تطلع بره اللعبه وتكمل حياتك الحقيقيه، صح؟ اكيد طبعا، اكيد طبعا يا جدي ياوت. معايا تفاحه وهتقطم منها حته وتاكلها، وساعتها هتطلع بره اللعبه وهتقضي حياتك عادي، ولكن بشرط. شرط ايه يا جدي ياوت؟ الزمن هيرجع بيك لورا يومين قبل ما تتعرف على روان، ولو اتعرفت على روان هاجيلك في الحقيقه وهاذيك. موافق على شروط اللعبه؟ يعني روان كده هتنساني يا جدي ياوت؟ ده اللي عندي يا بنكيو. موافق على شروط اللعبه؟ موافق. وراح جاي جدي ياوت مديله التفاحه، بنكيو يقطم من التفاحه من هنا، يطلعوا بره اللعبه. يلاقوا ستة بتصحيه. انا سايبالك البوكس جوه، وانت هتحط الغلاف بتاعك وترص رصه السندوتشات اللي انت حاببها. هكون انا كلمت ابوك بره؟ هو انت ما بتردش عليا ليه يا ولا تيتا؟ هو النهارده اول يوم دراسه صح؟ اه يا حبيبي. مالك في ايه؟ مفيش يا تيتا مفيش. وبنكيوت يجهز حاله ويجهز شنطته، ويلاقي اتوبيس المدرسه وصل. بنكيوت يركب اتوبيس المدرسه يا جماعه الخير، ويلاقي مين قاعده جنبه؟ روان. هو واقف وفي شنطه تقيله على ظهره وهي قاعده جنبه. ما تنزل الشنطه دي قدامك بدل ما تقطم لك ظهرك. ها حيات الشنطه انا هشيلها لك معايا. لا لا مش عايز، شكرا. ايه انا الشنطه كده عجباني. وبكده تكون نهاية قصتنا، قصة بنكيوت. رب تكون القصة عجبتكم. القصة دي من وحي الخيال، ما تصدقش أي حاجة فيها، ويا رب ما يحطكم مكان بنكيوت. لو عجبتك القصة متنساش تنزل تعمل لايك. وبالله عليك رأيك يهمني جدا، هقعد أقرأه أحطه كده جوه دماغي، ويا ترى القصة اللي جاية إيه؟